برضو انه ما شاء الله جنوب سيناء اصبحت جذب المؤتمرات على مستوى مصر كلها والعالم، وخصوصا اكثر من مؤتمر شباب احنا حضرناه برضو في شرم. بص يا محمد بيه، مدينة شرم الشيخ مدينة يعني فيها كل العوامل اللي تساعد على انها تبقى مدينة مؤتمرات عالمية. ازاي؟ بنية اساسية رائعة، مفيش تلوث. انت تقريبا عندك كل يوم مؤتمر في شرم مش كده؟ كل يوم تقريبا. انا عندي مؤتمرات رغم الازمة، يعني انا شغال مؤتمرات كويس قوي. عايز قاعة تشيل 1000 هتلاقي، عايز قاعة تشيل 4000 هتلاقي، 2000 اللي هي القديمة ودي ما كانش 2000 موجوده. المفروض يسوق بقى، المفروض ما يبقاش مؤتمر محليا بس ومؤتمر لا اقرب مؤتمر مؤتمر التنوع البيئي شهر 11 ان شاء الله، ويمكن معمول له القاعه دي، لان التعليمات والتوجيهات من المنظمين انهم عايزين قاعات تشيل مش اقل من 4000. ده هيبقى العالم كله هيبقى هنا، فبنعمل القاعه دي. وبعدين عندك بعد منه الراديو على الاتصال. صحيح. اتجاهنا الرئيسي دلوقتي ان هي مدينه شرم الشيخ مدينة المؤتمرات العالمية. طيب. وبتكسب والراجل الناس اللي بتيجي بتصرف. صحيح. والأماكن الناس كلها كبيرة وزراء العالم عليك والإعلام الدولي. طابة دي يعني حتة من كبد مصر. طبعا. وإحنا بذلنا مجهود غير عادي. طبعا. سواء من دماء شهدائنا أو من عقليات الدبلوماسيين. وانا كنت قريب مع الدكتور مفيد شهاب الحقيقه، كنت بيفكرني بالايام الذهبيه اللي كان بيحاور فيها، لدرجه انه الجانب الاسرائيلي قال يعني احنا ما كناش متوقعين وجود مثل هذه العقليات في في الحقيقه. بس وانا بهنيك على عيد المحافظه وعلى عيد تحرير سيناء. طبعا انا عندي، انا حظي ان عندي عندك عيدين في عندي عيد تحرير طابا وعندي عيد 5 تحرير سيناء بقى. صحيح. صحيح. انا جزء من سيناء. صحيح. يعني هو صحيح. يمكن اللي هو اتحررت فيه طابة. الشمال واخده عيد ليه، انما انا بقول 25 ابن ده بتاعنا كله. ده حقيقي. عيد 19 ده بتاع اللي هو تحرير رفع العلم على طابة. صحيح. وعملنا ونفذنا. وان شاء الله الدعوة موجهة شهر ابريل. احنا كسرنا الاحتفال اللي فات على الوزراء. احتفال رسمي. عملنا افتتاحات وبتاع فجبنا الوزراء. ال 25 ابريل ده بقى، ده هنجيب بقى المحافظين السابقون، وهنجيب اللجان لجنه التحكيم اللي هم على قيد الحاله ومفيد شهاب ومحسن حمدي والناس اللي موجوده دي اللي بنجيبها كل سنه. وبنجيب خبره من مصر، بنجيب حمدي بخيت، بنجيب هشام الحلبي، بنجيب وبنعمل بقى زخم كبير قوي. بنعمل مؤتمر للشباب، بنجيب الشباب بقى ونقول له، نجيب حمدي بخيت يتكلم، نجيب مفيد شهاب يقول جاي طابة ازاي. صحيح. صحيح. عشان وكل سنه بيقول والسنه جايه هيقول ان شاء الله ربنا يديله العمر. ليه؟ كل سنة الناس بتتغير. صحيح. الشباب بتتغير، أجيال بتيجي جديد. صحيح. ولازم تعرف القصة. ده حقيقي. كل سنة بروح أرفع العلم. صحيح. برفع العلم ليه؟ صحيح. ده ما اترفع قبل كده. صحيح. لا، ده أنا بروح أرفع العلم على أرض الواقع. المدارس. ده حقيقي. شوف. عشان الذكر على أرض الواقع. طابة برضو كانت مقصد سياحي رهيب، قعدت سنوات متزاهرة بعد حادثة، يمكن كانت في حادثة إرهابية شهيرة، الدنيا باظت انتهت الحادثة دي. ازاي بقى مستقبل طابة بقى يعني من وجهة نظر حضرتك؟ بص بقى، طابة دلوقتي فيها فنادق 5 نجوم، قواتهم المسلحة كمان عملت فندق توليب هناك. حاجة رائعة الجمال. عندك طرق أغوار، عندك سميح ساويرس، عنده طابة هايتس بتاعته، حاجة رائعة. طيب عايز الحقيقة برضو أروح لمنطقة أبو زنين أبو زنيمة فيها وبرديس الاثنين. الحقيقة لو هناخد بورديس فيها البترول. وفيها مطار. بصراحة مش عايز أقول لك نسبة كبيرة قوي من الزيت بتاع مصر اللي بيطلع منها. بخلاف التجمعات العمالية والصناعية الأهالي، أبو زنيمة بقى أبو زنيمة هنعمل فيها منطقة صناعية. وقرار الجمهوري صدر، سيادة الرئيس أصدر قرار الجمهوري، إن شاء الله هنبدأ نشتغل قريب جدا في مدينة صناعية قائمة على المواد التعدينية في أبو زنيمة. على 4000 فدان. حاجة رائعة، حاجة ضخمة جدا، هتشغل ولادنا. تحول الخام الى منتج. يعني قيمه مضافه. بحيث ان انا بصدر طن الرمل الزجاجي بملاليه. ازاي الطريق الجديد الرئيس بيعمله اللي هو 345 كيلو هيمر من هناك من وسط المدينه الصناعيه. يبقى في ايه تاني؟ طيب بقى ازاي بقى ايوه، وكمان ازاي اقنع الشباب اللي قاعد على القهوه وبيعاني من البطاله ومش لاقي شغل يجي هنا في اسواق العمل المفتوحه؟ احنا لما بنعمل مدينه صناعيه بنعمل مساكن. ونعمل مساكن، وهنعمل من ضمن المطور، الشغل اللي هيعمله المطور الصيني انه هيبني اسكان وهيبني ده خلال قد ايه مصانع. يعني
مفروض احنا المرحله الاولى ممكن تاخد لها من 3-5 سنين. انت عملت ازاي مزارع سمكيه جوه الجبل؟ ما هو التجمع الزراعي اللي بقول لك عليه دوت اللي في حدود 50 فدان كده اللي بيعملوا التعمير فيهم 6 حواض. ما هو التجمع دول معمول على اصلا على بير، يعني بير في وزاره الري قالت ان هنا في بير اتحفر، البير في ميه بتطلع من البير دي ببتدي ازرع بيها بقى 500 نخله برحي، 20 صوبه زراعيه، منطقه زراعات كثيفه، منطقه تربيه عجول مواشي، 6 حواض سمك. الميه دي بتنزل في الجبل في الرمله، يعني انت ممكن تخش 60 كيلو جوه تلاقي مزرعه موجوده هنا شغالين فيها وتلاقي طالعين سمك في الرمله، حوض معمول وطالع سمك وبيتاخد وينزل على منافس تتباع بقى في المدن، تتباع في برديس، تتباع في ابو زنيمه، تتباع في راس سدر. الحاجه اللي بنجيبها من جوه بنبيعها لاهالينا بسعر مخفض وبسعر بسيط، فدي التنميه اللي احنا